في مدرب تعبان كده بيدرب احد الانديه الانجليزيه اسمه يورجن كلوب، يعني كل انجازاته في الحياه انه حصل مع فريق بروسيا دورتموند على لقب الدوري الالماني مرتين، حاجه كده زي دوري الشركات عندنا، وخد الكاس والسوبر ووصل بيه لنهائي دوري ابطال اوروبا، واتنقل بعد رحله فشله دي لليفربول ووصل بيه نهائي دوري الابطال مرتين، خسر في الاولى وكسب في الثانيه، ودلوقتي المرشح الاول بفارق كبير عن اقرب منافسيه للحصول على لقب الدوري الانجليزي، اللي هو يعني يعتبر من اضعف دوريات العالم حاليا بفارق سنين ضوئيه عن متعه وحلاوه الايجيبشن ليج. قد يبدو للوهله الاولى انه يعني متكعبل، بس هو مش متكعبل خالص. هنا بقى كابتن شناوي قدامه التلفزيون، قاعد في القناه عندنا هنا قدامه التلفزيون، في ثانيه معاه موبايل بالاتفاق مع الحكم الرابع اللي في ايده موبايل، موبايل خاص بيه، موبايل بتاعه بتاع الحكم الرابع، معاه الموبايل ماسكه في ايده كده. اول ما يلاقي احمد الشناوي يوم رد، ايوه يا كابتن. الله ده بيتكلم في الموبايل وبنهدى الحكم، معقول يا جماعه اللي بيحصل ده؟ قول له مش 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 ضربه جزاء، خلاص في الكوميونيكيشن سيستم اللي هو سامع الحكم. مهجة على التليفون وده وقته. الو اف ايه كابتن؟ مش ضربه جزاء، خلاص يرجع في كلامه. يخرب بيت ابوكي ودواته. المهم الباشمهندس ده اللي اتكرم في انجلترا كافضل مدرب، معرفش ليه الحقيقه، يعني الكابتن فاروق جعفر برقبته، بس مش مشكله. الراجل ده مره قال كلام كده، ان كره القدم مجرد لعبه اتعملت عشان الناس تيجي وهي مريحه اخر الاسبوع تستمتع بيها وخلاص، لا هتحل مشاكل فقراء ولا لاجئين ولا هتوقف حروب، مش هترسي ديمقراطيه في بلد نظامها ديكتاتوري مثلا. وقال الاهم بقى اننا مليونيرات بنكسب فلوس كتير جدا بس عشان ننسي الناس همومها ل 90 دقيقه، نخليهم يصرخوا يهتفوا يشجعوا يخرجوا طاقتهم، احنا دي وظيفتنا، نمتع الناس اللي جايه او بتتفرج علينا في التلفزيون وكل واحد يروح لحاله بعد كده، لان الحياه مش هتقف على حته كوره يعني. تشرب شاي؟ ما تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ الحقيقة ان كلام يورجن كلوب منطقيا صحيح مليون في المية، انما على ارض الواقع مش ده اللي حاصل خالص، وخصوصا في الدول والمجتمعات اللي عندها ازمات سواء سياسية او اجتماعية. بالعكس الانظمة بتاعت الدول دي مش بس العربية او حتى الافريقية، دي بتمتد لدول كتير في اسيا وامريكا الجنوبية، لقت ضلتها في الرياضة وخصوصا كرة القدم كوسيلة فعالة ومضمونة لإلهاء الشعوب وتحقيق مكاسب سياسية، سواء عن طريق اللعبة نفسها او عن طريق نجومها. مش هاخد كتير في ده لان ده محتاج حلقات بالامثله والوقائع، يمكن ابرزها حرب الست ايام بين السلفادور وهندوراس في تصفيات كاس العالم سنه 70، ده غير مأساة الازمه الدبلوماسيه اللي يعني كانت هتعمل كارثه بين مصر والجزائر سنه 2009، وكان ابطالها شله النظام المصري وقتها من سياسيين واعلاميين وفنانين ورياضيين. خلينا النهارده في شغل الجنان والعبس اللي حصل بقاله كام يوم بين القطبين بقى، الاهلي والزمالك. الدوري المصري والكره المصريه اللي انا شخصيا اعرف ناس حلفولي 100 يمين ان هم طلقوها ثلاثة بعد احداث بورسعيد بين الاهلي والمصري، على اعتبار ان ايه؟ ان دي كوره يا جدعان، لعبه. يعني مجرد تخيل ان 72 بني ادم يموتوا بسبب ماتش كوره وفي دوري ما ينفعش يتسمى غير حكشه، مقارنه باللي بنشوفه من كرنفال حقيقي في اي ماتش في دوري من دوريات اوروبا من كل الوجوه، يعني تنظيم وامن وجمهور وارضيه ملاعب ونقل تلفزيوني، ده غير مستوى المنافسه بين انديه كلها جماهيريه من اول المتصدر لغايه اخر فرقه في جدول الترتيب. لا بنشوف طلائع جيش انجلترا ولا ايطاليا المقاصه ولا انتاج حرب بفرنسا ولا حرس حدود اسبانيا ولا بيترو هولندا. الحادثه اللي اجبرت اللاعب صاحب الرقم القياسي في عدد شتائم جمهور الاهلي له، واللي يعتبر اليومين دول واحد من اهم اسباب الاحتقان اللي حاصل بين جمهورين الاهلي والزمالك، اللي اضطريت ان هو يظهر على شاشه التلفزيون لاول مره وتكون على قناه الاهلي نفسه لتقديم واجب العزاء. هو ده اللي بيجيب البطوله، يعني بنتقابل مع بعض، بنتظاهر مع بعض، وبنخرج مع بعض بعد الماتش حتى كسبان خسران، بنروح بيت بعض، قاعدين مع بعض على طول، بنخرج مع بعض على طول، يعني غير الناس اللي هي في المدرج خالص، يعني ناس ولا شتيمه بتنفع ولا الحاجات دي ما بتنفعش. هي الاحترام هو المفروض يبقى موجود حتى في المدرج في كل. فامبارح مثلا برشلونه او بايرن ميونخ ما وقفوا دي احداث ليه؟ العالم كله وقف دي ليه؟ ليه ما نبقاش كده؟ المهم يعني ولسبب ما له علاقة بسحر الكورة، محدش من الناس دي وفى وعده ورجعوا تاني يتابعوا الايجيبشن ليج لحد ما جه ميعادهم مع مجزرة تانية، المرة دي في حق جمهور الزمالك في استاد الدفاع الجوي اللي كان بطلها الأمن وتحريض وتواطؤ مرتضى منصور والفخ اللي اتنصب للجمهور وأسفر عن موت 20 شاب، للدرجة برضو اللي أجبرت وليد سليمان اللي برضو طرف من أطراف الأزمة اليومين دول إن هو يلغي حفل خطوبته بعد ما سمع الأخبار. الحمد لله على كده، وعايزين نتابع بس نشوف الأحداث اللي حصلت بره، وربنا يسامحنا ما يكونش فيه يعني فحل كتير. يعني ما ينفعش إن أنا طبعاً أفرح هنا وأنتوا تكونوا معايا وناس كتير مصريين تعرفوا بره، بشكركم تاني مرة وإن شاء الله تتعرف في مكان بإذن الله.
كأنها الساحرة المستديرة ووسيلة إلهاء شبه مضمونة، رجعوا الشقة تاني يتابعوها بنفس الشغف والاستمتاع. هو أنا مش عارف الصراحة استمتاع بإيه بالظبط وسط حالة الهلهطة العجيبة اللي بتحكم الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا في مصر، من سوء حالة ملاعب ونقل تلفزيوني ومعلقين ومدرجات ترمي الإبرة ترن فيها وتحكيم كارثي وجداول مباريات تبلها وتشرب ميتها، واتحاد كورة اللي مفترض بيدير اللعبة وهو ملطشة للفرق أصلا، واستوديوهات تحليل لها عين أصلا تحلل وترغي حوالين العك ده. المهم وبمعجزة وفي وجود كوبر المدرب اللي طريقته الدفاعية العقيمة في اللعب اللي كادت تخصي جمهور الكورة في مصر، وكأن الحكاية ناقصة يعني، كان مناسب جدا للمرحلة وبصفته راجل بركة وفي وجود محمد صلاح حصل الحلم اللي ما تحققش من سنين طويلة ووصلنا كاس العالم. ازاي؟ معرفش. قلنا بس بقى اخيرا هنوصل للعالمية واللعبة دي تصالحنا بقى وننضف كده ونتنجر ومعانا ابو صلاح ونزلزل الزلازيل في روسيا. وعينك ما تشوف الا النور يا معلم. اتطرقعنا الثلاث ماتشات واتفضحنا كرويا بالهزاين واخلاقيا بانفلات المعسكر وسبوبته الحضري في اللقاءات التلفزيونية المتسربة من اوض اللعيبة، وسياسيا سحلوا اللعيب اللي حيلتنا وقعدوه مع رئيس الشيشان اللي مطلوب للمحكمة الدولية كمجرم حرب. نتهد بقى ونفضها سيرة وننسى الكرة المصرية دي خالص اللي احد رموزها الكباتن دول. جمهور الزمالك بيحب المكسب ويحب كمان الاداء. ايه الخطه اللي تلعب بيها؟ 4-1-3-1. ايه خطه 4-1-3-1 اللي حضرتك هتلعب بيها؟ انت مش عايز تكسب؟ عايز اكسب هكسب بناقص واحد. هو قصده 4-1-2-1، قصده كده يعني. ازاي يعني يا حمار انت؟ وهو او 4-1 انت كنت بتلعب بطوله راس حربه صح؟ لا ده في الماتشات اللي بره. انا بنقول 4 دوار خط الدفاع تمام، واحد ديفندر يبقى دي 5 وثلاثه وثلاثه يبقى كام؟ 4-1-3. علم الكوره ده عباره عن ايه؟ عن بالونه بتنفخ على قد حجمها. كل ما تجيلك فرصه ان انت تقلل الكم بتاعها تريحها. لا ازاي مصر تنظم بطوله افريقيا بعد اعتذار الكاميرون عشان نخش على ليفل الوحش في العته والفشل المدوي ونخرج من دور الستاشر في فضيحه كرويه بعد اداء يكسف، ولاعيبه تسهر على انستجرام تشقط بنات والناس نايمه دمها محروق، وعمرو ورده يتحرش ببنات ويصدر قرار بابعاده عن المعسكر فيتحدى اللعيبه قرار اتحاد الكوره ويتعاملوا مع الموضوع معامله الصحاب على القهاوي، ويحلفوا ما هم لاعبين الا لما الواد يرجع، ويرفعوا التيشيرت بتاعه ويصغروا للجمهور ويعايرونا بالمنتاليتي، وفعلا الاتحاد يرضخ ويرجع الواد وينزل يلعب كمان. ده غير فضيحة الإعلام مدفوع الأجر اللي الأبطال كانوا مصورين وعادي في حالة الهزيمة ببجاحة ونطاعة منقطعة النظير الحقيقة. بصوا ممكن نديكم حاجة السبيل، ممكن نقول الحكام ودبيتوا عارفين، بس اسلم حاجه انت هتزعل. نرجع لموضوعنا بقى وحاله الصداع والتراشق والانفلات اليومين دول اللي كالعاده بينبئ بكارثه جايه واحتقان ملوش 60 لازمه، ومش مفهوم الحقيقه سببه ايه والمصلحه مين وايه سر تاثير الكوره والنادي اللي بيشجعوا اي شخص على سلوكه بالطريقه دي للدرجه اللي بتخلي ناس ممكن مختلفين سياسيا بس بيتبادلوا الاراء عادي في الوضع السياسي، لكن يجوا عند الكوره والنادي ويبداوا يتبادلوا الاراء في امهاتهم وابهاتهم واللي خلفوه. مستوى عجيب من الاهانات والعدائيه والشتايم، محدش فيه بيطلع كسبان ولا حد عارف لأي أزمة بداية ومين اللي غلط الأول ومين اللي غلط بعده، ولا حد اتظبط متلبس بأنه يطلع نفسه أو فرقته أو جمهوره أو لاعبته غلطانين. معركة صفرية بتجري بيننا جري على نفس المصايب بنفس الخطوات ونفس المعطيات اللي أدت لنفس نتائج بورسعيد، بداية من صفحات مشبوهة على فيسبوك بتحمل أسامي للناديين بتتمول ويتزاق فيها الأدمن من أعضاء مجالس إدارات على شتيمة ده وتشويه ده وتلطيخ سمعة ده، ويبدأ التحريض اللي بيستجيب لرواد المواقع دي وتشتغل العركة على السوشيال ميديا اللي كالعادة بقت المحرك الرئيسي للمشهد في مصر. ثم دخول السرطان تركي آل الشيخ طال عمره طبعا اللي تحس ان مهمته الاولى والاخيرة التوقيع بين جماهير الناديين، واللي الجماهير بيعايروا بعض بيه وهو اصلا راكب ومدلدل رجليه فوق مسؤولين الناديين بالمناسبة. يعني يوم الخميس اللي فات وبعد ما كهربا حب يقدم اوراق اعتماده لجمهور الاهلي، مش كورة بقى واهداف ومهاترات، لا نزل يلوش ويضرب عشان يكسب بونت اهبل ملوش اي لازمة، وكمان ما اختارش غير طارق حامد ويا زين ما اختار. المهم وبعد اخر ضربة جزاء للزمالك اعلنت فوزه على الاهلي في كاس السوبر المصري اللي معرفش بيعمل ايه في الامارات الحقيقه، كان معادنا مع الواقعه دي.
لو حبينا نتكلم عن اللي حصل اليومين اللي فاتوا قبل ما نتكلم عن البعثة اللي بعتها لنا مرتضى منصور، ولا هننسحب لا هنلعب لا هبعت الناشئين بس هلف لفه بالاتوبيس ونقف نجيب للولاد شوكولاته ومولت وعصير، وخلى اسم مصر ملطشه في وكالات الانباء العالميه واخبار الايجيبشن ليج السرياليه تكون على عناوينهم، لدرجه ان الصين نفسها نسيت الكورونا عشان تتابع المعتوه ده بيعمل ايه. هنقول ان الموضوع بدات شرارته من قبلها في قطر من تحفيل لعيبه الزمالك على الاهلي بعد فوزهم على الترجي، وهتافات شيكابالا مع الجمهور اللي كانت شتيمه في جمهور الاهلي، لانك لو ترجع لصفحات الفيسبوك المشبوهه واللي استمرارها عليه علامات استفهام كبيره هتلاقي بخلاف العنصريه على لون وشكل شيكابالا هتلاقي خوض في عرضه وعرض مراته. ولو فضلنا نمسك الخيط ونرجع لورا هنلاقي نفس اللي حصل مع شيكابالا حصل مع عماد متعب ومراته، وحصل مع شادي محمد ومراته، جمال عبد الحميد، حسن شحاته وغيرهم كتير. هنلاقي العلاقه دايما مع بعض الجماهير ونجوم الفريق المنافس بتحكمها الشتايم وقله الادب، ودي تاريخ طويل ملهوش نهايه، ومفيش في حد بريء وتايه في مين اللي بدا ومين اللي رد. ظاهره هتفضل موجوده بوجود جمهور مختلف الثقافات والتربيه والتعليم. بس انا حابب اقف عند شيكابالا شويه بصفته اولا لعيب موهوب وثانيا كابتن الفريق. والحقيقه ان الهتافات العنصريه عموما شيء حقير ومرفوض، مش بس مع شيكابالا دي لاي بني ادم اصلا، لكن هل شيكابالا هو الاول والاخير اللي بتتوجه له هتافات وشتايم بصفته نجم الفريق بغرض اخراجه عن تركيزه؟ الاجابه لا. طب في ملاعب اوروبا نفسها هتافات عنصريه ضد اللاعبين؟ الاجابه ايوه، هم مش ملائكه. بس الفرق بيننا وبينهم ان بمنتهى البساطه مين يا ابني اللي وجه الهتافات؟ 1 2 3 بيتحاسبوا بالقانون وبتوصل للسجن احيانا، او على اقل تقدير بيتحرم الشخص ده من دخول الملاعب يا فتره طويله يا مدى الحياه على حسب حجم الخطا. طب هل اللي عمله شيكابالا مقبول كرد فعل وقتي على اللي حصل في المدرج؟ على المستوى الانساني العادي بتحصل ان حد ياخد حقه بايده في ساعتها، لكن على مستوى الملاعب لا، انت راجل مهنتك لاعب كوره وبتاخد في سبيلها ملايين، وتصرفك كلاعب وقدوه للناشئين او لكتير من جمهورك محسوب عليك، بالاضافه ان باقي الناس ملهاش ذنب تشوف مناظر مسيئه من شخص اختار الشهره والنجوميه طريق من البدايه وعليه انه يتحمل متاعبها زي ما بيستفيد من مزاياها كشهره وفلوس. طب هل الحركه اللي عملها شيكابالا عملها حد قبله في اوروبا؟ الاجابه ايوه، ومش اي حد، ده كريستيانو رونالدو بجلاله قدره وسيميوني مدرب اتلتيكو مدريد. بس الفرق هنا حاجتين، اولا ان هم اتحاسبوا عليها خصم وايقاف، ثانيا وده الاهم ان الموضوع ما خدش اكبر من حجمه لا على المستوى الجماهيري ولا الاعلامي، ما بقاش حديث الشارع والاعلام هناك، وعدى زي ما اي حاجه بتعدي عشان الكل اقتنع بالغلط وما كبرش وما دافعش عن الغلط وخلاص، وعشان الناس دي مش فاضيه اساسا للمهاترات دي. بالمناسبه شيكابالا اللي عقليته الاحترافيه زيرو وضيعت كتير من عمره وفرصه، مش بس اتشتم وشتم جمهور الاهلي، ده لطش كمان مع جماهيره هو، وكانت له وقعته الشهيره مع مدربه حسن شحاته. سلم والله ما تقعدنيش معاك بقى، مشيني بقى، يلا سيك عليك انت زهقتني يا واد. مش تبرير خالص للي بيشتموه لانه في النهايه بشر، لكن العقليه اللي تستقبل الهتافات والشتايم وتستوعبها بهدوء وترد عليها في الملعب زي نجوم كتير ابرزهم حازم امام الكبير او هادي خشب او غيرهم، هم اللي عارفين ان تصرفهم في الملعب هو اللي عليه المسؤوليه الاكبر، انهم ما يبقوش شراره بفعل صغير لشغب اكبر يبقى رد فعل من جمهور او تجمعات. هو ده حالنا وهي دي حياتنا مع الكورة كأمر واقع، هي تحولت لوسيلة لإلهاء الناس بفعل فاعل، ولازم لها لعيبة على قدر من المسؤولية، وقدرهم زي ما بيقعدوا يفصلوا مع إدارات أنديتهم ياخدوا كم مليون في السنة، لازم برضو يتأكدوا إن تصرفاتهم ممكن تروح فيها أرواح، وده حصل مش مبالغة، لحد ما ربنا يكرمنا ونبقى بلد عقل حط الكورة كلعبة في حجمها الحقيقي. الخطيب في الثمانينات خلص الموضوع بحركة واحدة، وريح دماغه من الوش ده لحد ما اعتزل عشان كان عنده مخ وسرعة بديهة مش موجودة عند لعيبة اليومين دول اللي مصرين يلعبوا الكورة نار، هم اول اللي هيتحرقوا بيها بعد ما يتسببوا في مصيبه. كان في واقعه شهيره جدا ما بينك وبين كابتن الخطيب، كان الجمهور هنا بيشتم كابتن الخطيب والجمهور هنا بيشتم كابتن حسن شحاته. هو جه الخطيب قبل ما نسنتر خدني من ايدي ورحنا جمهور الاهلي حييناه ورحنا جمهور الزمالك حييناه خلاص. كابتن الخطيب يتقدم لحسن شحاته، روح رياضيه حقه الخطيب نجم مصر، ياخد حسن شحاته نجم مصر وبيتقدم لجمهور النادي الاهلي وبيتجه سويا الى جمهور نادي الزمالك. دي الروح الرياضيه اللي احنا عاوزينها تسود ملاعبنا عشان نسعد بابطالنا ونسعد. على اي حال ربنا يسترها، ودي لعبه اولا واخيرا، ويا ريت ما نحملهاش اكتر من قيمتها كوسيله للترفيه مش الكراهيه والعنصريه والتشويه والشتايم، واحنا اللي فينا اصلا مكفينا يعني. ويا ريت حد يطمنا اتوبيس الزمالك وصل ولا لسه احسن، قلبي واكلنا على العيال ليتوه ولا حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم، اعزائي المواطنين برجاء الانتباه، ابحث مع شرطة خرج من 5 ساعات ولم يعد الى الان يرتدي فانيلا بيضاء وشرطة ابيض ويدعى نادي الزمالك، شرطه بواب
السنة 45 سنة ونشوفكم على خير إن شاء الله.